أهلا بكم. توجه حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج. وصمم مشروع الجمرات بأدواره المتعددة بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في مشعر منى. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح في مدينة التربة بمحافظة تعز القيادة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وتبادل معهم التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وناقش العميد طارق مع الحاضرين الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة على ضوء الخروقات الحوثية ومحاولات الميليشيات الالتفاف على التزاماتها التي نص عليها اتفاق الهدنة في فتح الطرق الرئيسية والمعابر بشكل كامل وضمان حرية تنقل المواطنين وحركة السلع والبضائع. شددت بريطانيا على ضرورة فتح الطرق لتخفيف معاناة اليمنيين خصوصا في محافظة تعز. وأعرب السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم في سلسلة تغريدات على تويتر أن بلاده تأمل بأن يسمح الحوار المستمر بالمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية للصراع. كما أبدى السفير استعداد بلاده الجاد للتحرك نحو تحقيق السلام. شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيدا حوثيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك بواقع 59 خرقا لترتفع خروقات الميليشيات في ذات الجبهة إلى 132 خرقا جديدا خلال 48 ساعة. ووفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة فإن وحدات الرصد وثقت منذ ساعات الفجر الأولى أكثر من 38 خرقا جديدا في محور حيس جنوب محافظة الحديدة، وطالت بعضها قرى آهلة بالسكان. كما شهد محور البرح غرب محافظة تعز أكثر من 21 خرقا موزعة بين قطاعي الكدحة ومقبنة. بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية مشروع أضاحي العيد للنازحين في محافظة تعز والساحل الغربي. ولأول مرة شمل المشروع محافظة تعز تنفيذا لتوجيهات رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح بتوسيع عمل الخلية الإنسانية إلى خارج مديريات الساحل الغربي وتحقيق الهدف المنشود في مشاركة النازحين أعيادهم. ويستهدف المشروع 1000 أسرة النازحة في الساحل الغربي. ختام هذا الموجز وشكرا لكم على كرم المتابعة.